روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب سترة المصلي قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب سترة المصلي مبوب له بقوله: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. هذا الحديث يبين لنا مسائل من مسائل سترة المصلي، وأن السترة يمكن أن تكون الراحلة، يعني قال الراحلة هي الناقة التي تصلح للحمل في السفر، يعني لها قوة حتى السفر يقال لها الراحلة، وقيل هي الأنثى من الإبل. فالراحلة إذا كان الجمل موجود يعني جالس فيجوز لك أن تتخذه سترة. كذلك إذا كان في إنسان أمامك جالس وأنت خلفه يمكن أن تتخذ هذا الإنسان سترة. الإمام البخاري يبين لك شو الأشياء التي يجوز لك أن تتخذها سترة. قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل والإبل. فكل ذلك يعني بوب له البخاري في هذا الباب. فنافع يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. كان يعرض أن يجعلها عرضا ثم يتخذها سترة ويصلي إليها. قال نافع لابن عمر: قال أفرأيت إذا هبت الركاب؟ يعني أرأيت إذا هبت الركاب، يعني إذا هاجت الإبل ولم تستقر في مكانها، هل تتخذ هذه سترة؟ شو قال ابن عمر؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله. يعني إذا كانت الإبل هاجة فيأخذ الرحل اللي هو مؤخرة ما يجلس عليه الإنسان على ظهر الناقة، هي الخشبة آخر شيء يعني في الرحل، كان يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فيضعها ويتخذها سترة فيصلي إلى آخرته، يعني إلى آخر الرحل اللي هي كما قلنا هذه الخشبة التي يجلس عليها أو يتكئ عليها إذا ركب على بعيره، أو قال مؤخره، يعني مؤخر الرحل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. هذا نافع يقول عن ابن عمر أنه كان يفعله. نحن ذكرنا أن عبد الله بن عمر كان أشد الناس اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتتبعا لما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، لذلك كان يأخذ يعني مؤخرة الراحلة ثم يضعها ويجعلها سترة. فهذا ما أراده الإمام البخاري في قضية السترة، على أن الإنسان يجوز له أن يتخذ من السترة ما شاء بشرط ألا يعني تشغله تلك السترة عن الصلاة. يعني إذا هاج البعير أو كذا وانتباه معك روح يجي، لا، خذ الراحل وضعه. كذلك الإنسان إذا كان إنسان جالس وهو يتحدث أو يتكلم أو يميل يمنة أو يسرة فلا تتخذه سترة. أما إنسان جالس وينظر إلى أمامه فتتخذه سترة، هذا ممكن. كذلك أي شيء يعني تريد أن تتخذه سترة ما لا يشغلك عن الصلاة فيجوز لك ذلك. وأفضل السترة السارية وما كان ثابتا الجدار، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ هذه الأمور سترة. فلذلك الإمام البخاري ذكر هذا الحديث. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.